تعاقدت بعثة مملكة البحرين للحج مع أحد أكبر المستشفيات في المدينة المنورة، مستشفى دكتور عبد الرحمن العقالي، وذلك لتقديم أفضل الرعاية الصحية والطبية اللازمة للحجاج البحرينيين. وقامت بعثة مملكة البحرين للحج بزيارة للمدينة المنورة للاطمئنان على الحملات وأفرادها والوقوف على احتياجات الحجاج البحرينيين والتأكد من تقديم مستشفى يقدم أفضل خدمات لهم. لتأمين سلامة حجاج مملكة البحرين وراحتهم، تفقد فضيلة الشيخ عدنان القطان رئيس بعثة المملكة للحج مستشفى الدكتور عبد الرحمن العقالي بالمدينة المنورة، وحثهم على تقديم أفضل الخدمات الممكنة وأجودها لحجاج مملكة البحرين. بناء على توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لحجاج مملكة البحرين من المواطنين والمقيمين، تم التعاقد مع هذا المستشفى، مستشفى عبد الرحمن العقالي، لعلاج حجاجنا سواء كان قبل الموسم الحج أو بعد موسم الحج للزائرين للمدينة المنورة. طبعا هذا المستشفى يضم عدة عيادات قد يحتاجها الحاج، عيادات الباطنية وعيادات الطب العام، أيضا الفحص الطبي، الأشعة، الأمراي، وفحص الدم وغيرها من الأمور التي قد يحتاجها الحاج. ويحتوي هذا المستشفى على عيادات متخصصة لتقدم بذلك أفضل الخدمات العلاجية والصحية لجميع الحجاج البحرينيين. مجمع الطبي للدكتور عبد الرحمن العقالي في كل الاختصاصات في الحقيقة، يعني من باطنة إلى جهاز هضم إلى أمراض العصبية إلى كلها، بالإضافة للنسائية والأطفال. في الحقيقة بالنسبة لأخواننا الحجاج من البحرين في عندنا استعدادات لاستقبالهم في أي وقت يعني. ويتيح المستشفى لجميع حجاج مملكة البحرين المتواجدين في المدينة المراجعة والاستفادة من خدماته العلاجية التي تتكفل بها بعثة المملكة للحج في أي وقت، سواء قبل بدء موسم الحج أو بعد الانتهاء منه. مملكة البحرين تعزز طاقتها وقدراتها، وذلك لتقديم أفضل الخدمات والمساعدات الطبية لجميع الحجاج البحرينيين في المدينة المنورة. طلال نايف لمركز الأخبار من المدينة المنورة.